عدنا إليكم في الحلقة الرابعة من السلسلة. في الحلقة هذه راح نكريو ديكوراسيون الأخرى في اللوغو تاعنا. راح نحتاجو ديكوراسيون هذه راني وجدتها لكم في شي. اللين تاعو راح تلقاوه في خانة الوصف. تيليشارجيوه تلقاو هاد الفيشي svg.svg، امبورتيوه كيما هكدا. حاجة الاولى نجوينيوه كونترول جي باش يولي اوبجي واحد، يبقى اوبجي واحد. نكريو السيلندر لانه راح نستعملو لا ميثود تاع البوليا. نعطو لها لي ديمونسيون اللي رانا حايبينهم. بعدها نروحو للطوب فيو ونبلاصيو الديكوراسيون تاعنا ولا الزخرفة هادية كيما توكيبي لا ماجوريتي تاع السيلندر تاعنا اللي راح نديرو عليه البولية. نروحو نابليكيو السوليديفاي. كنا قادرين نستعملو الطريقة التانية اللي هي نروحو لي بارامتر تاع لي كيرف ونزيدو لا فالور تاع لي اكس 3 دي. كلا الطريقتين صحاح. المهم لازم يكون الاكس 3 دي كبير على الارتفاع تاع السيلندر باش يصرى البوليا. بعدها نسيليكسيونيو السيلندر ونروحو لي موديفيكاتور ونجوتيو بوليا ونسيليكسيونيو لوبجي هذايا. نشوفو الريزلت اللي تعطيه لنا، نديرو ديفيرنس ونشوفو الريزلت اللي تعطيه لنا. من داك ما تخرجناش الريزلت صحيحه من الضربه الاولى، نبدلو في لي بارامتر حتى نلقاو النتيجه اللي توالمنا بهذيك الاي دروبر ولا لا بيبات هذيك. سيليكسيونيو الزخرفه تاعنا ونستناو الريزلت. فوالا كيما الريزلت اللي خرجت لنا هنايا. كلات لنا شويه من جوايه ماناش عايبينهم يتنحاو، دونك نبدل لي بارامتر هادو ما نسي فاست ونشوف الريزلت اللي تعطيهاني. ما دارت ليش حاجه كبيره، نعاود نرجعها كيما كانت اكزاكت. هنايا كل ما كان لي زوبجي تاوعك كومبليكي كل ما يصرى هاد الكالكول راح يكون ثقيل. دونك نعاود نرجع ديفيرنس. نرجعها اكزاكت. نقدر نفتح هذه الخانة ونشوف هادو مالي دو كاز نكوشيو. فوالا كيما راني نشوف الريزلت اللي راني حايبها.
شوف النوار هذا اسكو ايرور ولا لا. لا نورمالمون. لا لا دونك نابليكي و نديبلاسي ل لابارتي لي ما تحقهاش دوكا. طري بيه على كل حال تقدر تستعمل زخرفة أخرى، ولكن أنا بريفيريت هذا يا هذا الموديل اللي لقيته سير انترنت استعملته مباشرة، لأنه دي طايتاني هذا ما راحش يبان بزاف، راح يكون في الخلفية تركيز تاع العين راح تكون على الكتيبة أكثر ما هي على هاد لي ديطاي. دونك نريكلي شيل تاعها و البوزيسيون تاعها، دايما هنا راح نخدمو على حساب لي ريفيرونس اللي عندنا، لهذا فضلنا أننا نخدمو هاد الجزء. هنا راح نسي نغلق الجهة الخلفية، دونك نرجعها شويه للور، ندير اف باش نغلقها، نسيليكسيوني سيلندر اللي هو الزخرفة تاعنا ونحطو وين لازم يكون، هنايا بليشال نموديفي لاطاي تاعو، نكتيفيت الواي فريم باش يبان لي بيان، باسكو من داك ميبانش لي ليميت، ميبانوش لي ليميت. دونك بوزيسيوني بيان، نعبز شيفت باش نكون بريسي، يعني يتحرك لي بلا عقل. نعم نرجعو في الإكراك يدخل شوية، فوالا كيما راني نشوف راني هي خرجت مليحة. نافيشي بالكتيبة، ماسكيو هادية، طريبيا دونك نسوف كارديو. كما راني نشوف كانت هذه هي الحلقة تاع اليوم، ونتلاقاو في الحلقة القادمة بحول الله.